في اليوم العالمي لخدمات الانترنت والاتصالات، دعوات ملحة لإعادة الخدمة إلى شركة كورك للاتصالات. ملايين المشتركين خسروا خدمات الشركة بسبب قرار الحكومة بإيقافها، وسط مطالبات بالتراجع عن القرار وتجنب العقاب الجماعي الذي جاء لخدمة مصالح خاصة بحسب مواطنين. من الشبكات الضرورية بالنسبة لنا احنا كناس نستخدم الجهاز الهاتف او الموبايل خدمة الكورك، فإذا الدولة بقى قامت بقطع الاتصال فهي مو قطعت اتصالات عن الشبكة او عن الشركة، لا، وانما قامت بقطع الاتصالات وحجب الاتصالات عن المواطن، فانه انضر المواطن وليس الشركة وليس الحكومة، لان هذه الشركة يمكن ما تخدم مصالح بعض المسؤولين. ويعتبر بصريون ان شركة كورك تنافس بقوة بقية شركات الاتصالات، بل يفضلها مواطنون على غيرها لجودة خدماتها. أكو هواي ناس معتمدين على شركة كورك على هذا الخط، على خدمات الانترنت، خدمات الاتصال، ما يصير يمنعوها، يعني هي الوحيدة يمنعوها ويمنعون خدماتها، فيعني هنا صارت شلون تفرقة وصارت هاي، وشركة هي تبقى لها قيمتها ولها. أنا بالنسبة لي هم عندي مكتب وأبيع به ذني، بس وقفوا الخطوط كلها، لاكو استبدال، لاكو بيع شرايح، حتى كارتات ماكو. فنتمنى يعني يكون ترجع كورك، يعني هي خدمات النت مضبوطة والاتصال معناته أرخص من الشركات بهواي، فنتمنى يكون ترجع الشركة لوضعها الطبيعي. واعتمد آلاف البصريين على خدمات شركة كورك كونها توفر خدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية، فيما تعد الأنسب أجوراً بين الشركات الأخرى. أثير العبادي، ون نيوز، البصرة.